حرام. احنا الميتين في ناس مدريتها معاها فلوس قد كده مش عايزين يسوقوا وعايزين بيتك يقعدوا في القهوه. ست عيال في اوضه ودرخت درام يا ما انتوا تاخدوا تهدوا الهدد ده وتعملوا اوضه. ازاي انا ادخل في اوضه واوضه فيها مناخده حمام ويديني ضيف من هنا وضيف من هنا ودوس بنتي يديني وده يديني وعيال كبار شبابه ومعايا بنتين بنت بنوت بنتين بنت بنوت نايمين في خمس عيال خمس شباب في الاوضه. نروح فين دلوقتي؟ ازاي يعملوا لنا احنا في الكليات وصلناهم للكليات. العيال قرفت من اللي هم فيه. العيال قاعدين في الاوض قرفوا من هم فيه. وعاوزين عاوزين شجر بدل الهد وعامل عاوزين شجر. المفروض الاوض ما تتعملش في الحمام اللي هنا. اوضه وصاله مش هنقول اوضه وصاله. اوضه وصاله انضف من ده كله. عاوزين شجر. انا اتكلم في الكلام ده جنب جنب الشاي بلوكات. انا اتكلم في الكلام. بص يا فندم دي واحده اقول لك انا المباني دي كلها خشب واحنا كنا عايشين في خشب. يا سيد زبوري دي واحد هنرجع نعيش في خشب تاني؟ لا يا اما يا اما خرسانه ويخش لنا الغاز الطبيعي وناخد حقنا على خرسانه يا اما مساكن زي مساكن زينهم يا اما تتبني خرسانه على انه يخش لنا الغاز. وفي ناس مستفاده وناس بتسرق في المشروع دوت. في ناس مستفاده وبتسرق من المنطقه. ناس مستفاده وبتسرق في الموضوع دوت. يا ريت توصلوا صوتنا عشان صوتنا مش واصل للناس ديت. هيولع الخشب اللي هم عاملينه سقف ده هيولع. يبقى الدور اللي فوق بالعفش اللي فوق هينزل على اللي تحت. يبقى ازاي انتوا سايبينها كده من غير مسلح؟ يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. لو كل ده اتشال حضرتك وتعمل مساكن وكل اسره اوضه وصاله بمطبخ وحمام احسن واوفر من الكلام ده كله. كده لو اوضه ولعت يبقى البيت كله هيولع. الخشب هيولع واللي فوق هيسقط على اللي تحت. كل دي كده مصاريف على الفاضي. مصاريف على الفاضي. طلباتنا من الحكومة يا بيه ان دي تعمل مساكن وكل اسرة اوضة وصالة ومطبخ وحمام انضف من الكلام ده كله. انضف من الكلام ده كله. اي حريقة هتقوم في اي اوضة اللي فوق هينزل على اللي تحت لان انت عاملها لي خشب. البيت دايب وشقتي خشب ودايبة وعمالة اتحايل عليهم عشان يعملوها لي ويا عالم بقى يعملوها ولا لا. وطلباتي هي طلباتي اللي هم يجوا يوضبوا لي البيت او يهدوه وسقف خشب ومقوص. ويا ريت حضرتك تطلع تصور فوق وهتشوف بعينك. الحبيبي عندي دايب خالص وعماله اتحايل عليهم. لا لا ما كانش فيه هو دلوقتي. لا ما حدش جانا. هو في حد بيجي؟ لا كلمتهم قالوا لي قدامك يجي 7 اشهر وانا داخل عليا الشتاء والله بغرق ميه والله العظيم. واسال الاستاذ احمد اهو بغرق ميه والشقه كلها حبايبي.